يا صباح الهنا او مساء الهنا حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. على عيون احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناه لمسه من ايديكي. النهارده ان شاء الله يا حبايبي هنعمل مع بعض القلقاس بطريقتين، القلقاس بالخضره والقلقاس بالصلصه. بطريقتين سهلين جدا وبجد طعمهم بيبقى في منتهى الجمال. وهنعمل معاهم لحمه محمره ورز. شايفين شكل اللحمه والرز في تحفه، كمان القلقاس طالع في منتهى الجمال. الطريقتين دول بيبقى بجد بيخلي القلقاس طعمه في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم ان التصوير او الاضاءه مش مبينه خالص لون القلقاس الاخضر الجميل، بس شايفين لما الكاميرا بتروح شويه الالوان، شايفين حرف الطبق الاخضر لونه في منتهى الجمال بجد، لكن هو مظلوم في التصوير. هنعرف مع بعض الطريقه واحده واحده كده، بس بجد الطريقه مميزه جدا جدا، يعني انصحكم انكم تجربوها. شوفوا الفيديو للاخر ويلا بينا نبدا. واول حاجه هنعملها هي اللحمه. هنسلق اللحمه مع بعض. طبعا انا مقطعه اللحمه شرايح كده ستيك، يعني قلت بدل التقطيع العاديه هقطعها بطريقه مختلفه شويه. معانا بصلايه وطماطمايه وجزرايه متقطعه، معانا ورقه لورا وحبهان، وانا فاتحه الحبهان كده علشان ينزل في الشوربه ويدي طعم حلو، غير انه هو بيبقى مقفول بالشكل ده. هبتدي اول حاجه بعد لما الميه سخنت هنزل بالطماطم والبصل والجزر والحبهان والورق اللورا واسيبهم ياخدوا غلوه، وبعد كده هنزل بقى باللحمه. بعد ما الخضار اهو غلي هنزل باللحمه. وما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو وشير عشان كل اصحابكم يستفادوا بالوصفه، وكمان تشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش. وهغطي بقى على الحله واسيبها تاخد غلوه، وبعد كده هبتدي اشيل الريمه اللي ظهرت على وش الشوربه واغطي الحله تاني واسيبها تستوي براحتها خالص. وبعد شويه هضيف الفلفل الاسمر والملح ده في الاخر خالص. دلوقتي بقى مرحله القلقاس، هنشوف مع بعض هنقطعه ازاي. انا طبعا قشرته على قماشه بيضه نظيفه كده، علشان طبعا القلقاس ما بيتغسلش فلازم احافظ عليه يبقى نظيف خالص من بره. هبتدي اقطعه كده حلقات، وكل حلقه هاخدها اقطعها شرايح بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعد كده هاخد شريحه شريحه اقطعها مكعبات بالحجم ده. طبعا تقدري تصغري او تكبري، ده حسب راحتك او حسب ما انت بتحبي تقطعي القلقاس كبير او صغير، بس بالنسبه لي التقطيع او الحجم ده يعني مناسب جدا. هنقطعه كده كله زي ما احنا شايفين. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو انتوا اول مره تشوفوا القناه بتاعتي وعجبكم الفيديو، تعملوا لايك وشير عشان كل اصحابكم يستفادوا بالوصفه. هنقطع القلقاس كله بالطريقه دي، وليه طبعا طريقه مميزه جدا في غسيل القلقاس. في ناس بتحمره وبعدين بتعمله كده من غير ما تغسله خالص، وفي ناس بتعصر عليه ليمونه وبتشيله في الفريزر تستعمله وقت تاني او تعمله على طول. لكن انا ليا طريقه في غسل القلقاس، هي دي بالنسبه لي افضل طريقه، لانها بتنزل كل حاجه جوه القلقاس او كل السموم اللي موجوده في القلقاس بتنزلها خالص، ودي خطوه مفيده ومهمه جدا. انا معايا حله على النار، الميه سخنت اللي فيها، نزلت بقى بالقلقاس اللي انا قطعته، ودي طريقه غسل القلقاس اللي قلت لكم عليها. شايفين بعد لما الميه بتبتدي تسخن، شايفين الرغاوي اللي بتطلع فوق دي، شايفين ملمسها عامل ازاي، بتبقى كده عامله زي المخاط بالظبط، ودي ما بتبقاش حلوه خالص، دي لازم تنزل. فالطريقه دي اللي بتخلي الطبقه دي اللي هي بتنزل من القلقاس دي تنزل خالص. هسيبه كده على النار حوالي دقيقتين، وبعد كده هطفي النار واسيبه على النار، مش هفضيه دلوقتي، بطفي النار وبعد كده بسيبه بعد ما كل الرغاوي والحاجات دي طلعت منه. بعد كده هاجي على الحوض في مصفى، هفتح الحنفية على المية الباردة على القلقاس وابتدي اقلب فيه كده علشان كل المادة اللزجة اللي فيه دي كلها تنزل في الحوض وتنزل يعني من القلقاس كله كده بالشكل ده. وابتدي بقى اغسله بايدي كده، بس يعني هخلي المية سخنة شوية او حسب ما ايدي تتحملها، وابتدي ادعك فيه كده واغسل فيه كويس لغاية ما كل المادة اللزجة اللي بتطلع من القلقاس دي كلها تنزل، وتبقى القلقاسية او قطعة القلقاس زي ما احنا شايفين كده نظيفة خالص وما فيهاش اي حاجة. هبتدي ادعك فيه كويس واغسل فيه كويس كده بايدي لغاية ما كل حاجة تنزل من القلقاس ويبقى نظيف جدا، وهسيبه يتصفى. بعد كده بقى ابتدي اشتغل في الخضرة. انا بقطف الخضرة، معايا هنا حزمتين
من السلق وحزمة من الكزبرة الخضراء. هبتدي بقى أقطفهم. أنا باخد الورق بس وارمي العيدان زي ما احنا شايفين. أنا مقطفة الكمية كلها لكن مخليها كام واحدة كده أوريكو. بقطف الورق بس واشيل العيدان من الكزبرة ومن السلق كمان زي ما احنا شايفين. أنا باخد الورق بس، وطبعا أنا غسلهم كويس ومصفيهم، بس طبعا سايبة كام واحدة نقطفهم كده مع بعض عشان اللي ما يعرفش بيتعمل ازاي. هجيب شفشق الخلاط وانا طبعا حاطه فيه حبة مية صغيرين كده عشان لسهولة الضرب يعني. طبعا لو حابة تعمليه في كبة او في شفشق الخلاط براحتك، بس انا بستسهل شفشق الخلاط علشان يعني بيبقى كبير وياخد الكمية كلها وبيتضرب حلو جدا ما تقلقوش. والمية اللي في الخلاط دي هتتبخر كده على النار بعد لما يتحط على النار. هاخدهم بقى علشان اضربهم اهو بالشكل ده. بصوا بعد ما اتضرب الضرب ناعم جدا واللون في منتهى الجمال، شايفين اللون بتاعه اخضر تحفة، لونه حلو جدا. هندخل بقى على النار دلوقتي وفي طاسة ما فيهاش اي حاجة، فيهاش اي مادة دهنية ولا اي حاجة. هبتدي انزل بقى بالخضرة واسيبها على نار كده متوسطة لغاية ما المية كلها تنشف زي ما احنا شايفين. بصوا لونها وشكلها وقوامها كمان اتغير ازاي. في المرحلة دي بقى هو لسه فيها مية بسيط خالص، في المرحلة دي بقى هبتدي انزل بمعلقه كبيره من الثوم، معلقه كبيره زي ما احنا شايفين. بصوا معلقه كبيره فعلا من الثوم. الثوم حلو جدا مع القلقاس، بيديله طعم في منتهى الجمال. وانا حاطاه ني مش محمراه ولا اي حاجه، والطريقه دي بتخلي الثوم يبان طعمه، بيخلي القلقاس بجد طعمه حلو. هنزل عليهم كمان بمعلقتين كبار من السمنه البلدي، والسمنه البلدي مع القلقاس بتدي برده طعم خطير عن اي نوع سمنه تاني. وهقلب مجرد بس ما الثوم والسمنه يسخنوا بتشمي ريحه في منتهى الجمال، ريحتهم بجد بتبقى حلوه جدا. الثوم مع السمنه البلدي مع السلق على النار بتبقى ريحتهم جميله وبتخلي القلقاس بجد طعمه في منتهى الجمال، والطريقه دي حلوه جدا. بعد ما اللحمه اتسلقت انا شلتها من الشوربه، وهبتدي دلوقتي اشيل الخضار بتاعنا لان الشوربه دي اللي هسوي فيها القلقاس. بعد كده هبتدي بقى اشيل كده، بعد لما شلت الخضار كله هبتدي اعصر نص ليمونه كبيره. وعصره الليمونه دي مهمه جدا جدا في الشوربه عشان ما بتخليش القلقاس يعمل نشا او ينشي، لا بتحافظ على قوامه ما بتخليش القلقاس ينشي. نزلت بالقلقاس كده في الشوربه وهغطي عليه واسيبه بقى يستوي براحته خالص. ومعانا هنا السلق خلاص استوى او يعني يعتبر كده خلص، او هعلي عليه النار بس ثواني ياخد غلوة وبعد كده هطفي عليه وكده يبقى خلص. هركنه على جنب لغاية ما القلقاس يستوي علشان اضيفه عليه. وفي نفس الوقت طبعا انا معايا حلة على النار، او بعدها حطيت حلة على النار فيها بصلاية حمرتها ونزلت عليهم بنص معلقة من الثوم. هسيبهم على النار لغاية ما تشم ريحة الثوم، وبعد كده هنزل بعصير طماطم واقلب واغطي عليه واسيبه، اسيب الصلصه لغايه ما تتسبك وبعدين هنشوف هنعمل فيها ايه. بعد لما القلقاس استوى خلاص هنزل بقى بالسلق او بالخضره بتاعتي اهي، شايفين لونها في منتهى الجمال ازاي. طبعا في ناس بتحمر الخضره دي، السلق والكزبره بتحمرهم بعد كده بتضربهم في الكبه وبعدين بتحطهم على النار تاني، لا لما بتعمله بالطريقة دي الخضرة بتغمق وبتدي لون اخضر غامق كده، بيبقى لونه وحش او مش مستحب بالنسبة لي انا بصراحة. انا بحب الطريقة دي اكتر، وزي ما قلت لكم الطريقة دي حلوة جدا، مامتي الله يرحمها هي اللي معلمها لي، وبجد طعمها في منتهى الجمال. اتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي عجبتكم ولا لا بجد، لان طبعا الاكل ده اذواق وكل واحد بيعمل بطريقة مختلفة. فأتمنى انكم تجربوا طريقتي وتقولوا لي بقى في الكومنتات طريقة القلقاس كده عجبتكم ولا لا. طبعا بعد لما الصلصة اتسبكت وخلصت خالص وملحتها هبتدي بقى انزل بالقلقاس اللي بخضرة على الصلصة، ودي الطريقة التانية اللي قلت لكم عليها، قلقاس بالصلصة لكن مش بالصلصة خالص، او زي طريقة مثلا البطاطس اللي في صلصة او اي خضار في صلصة، لا انا بضيف من اللي بخضرة على اللي بصلصة، بيبقى طعمه في منتهى الجمال. وشايفين الالوان حلوة ازاي، بس طبعا برضو الالوان مظلومة جدا في اضاءة الموبايل او التصوير. وما تنسوش يا حبايبي لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، واتمنى اللي ما اشتركش في القناة يعمل اشتراك ويفعل الجرس على الكل عشان يوصل له اشعار بكل جديد. واشوفكم على خير، وباي باي.